أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: رجل هاجر من بلد الكفر إلى بلد مسلم ثم تعلم الأصول الشرعية في هذا البلد، فهل يجوز له الرجوع إلى بلد الكفر لأجل الدعوة إلى الله؟ إذا تأهل للدعوة وصار عنده علم ومقدرة يرجع، دعوة إلى الله مطلب عظيم، فيرجع للدعوة إلى الله، لكن بشرط أن يكون عنده علم بصيرة ومعرفة بأصول الدعوة. نعم.